النهارده هتقدمي لنا ايه؟ ان شاء الله هقدم الفراخ المشويه. الفراخ المشويه تمام، بس انت قلتي لي هنعملها في الفرن. ان شاء الله. تمام ان شاء الله. الفراخ يعني المشويه يعني انا بحب اعملها بطريقه كده معينه، ان شاء الله تعجب المشاهدين باذن الله. ان شاء الله تمام. طبعا هنكتسب من مهاراتك. الله يبارك لك. تمام. وهتقدم لنا ايه تاني النهارده يا ست الكل؟ وهقدم النجريسكو ان شاء الله. النجريسكو تمام. وهقدم السمبوسه ان شاء الله. ما شاء الله. وهنقدم الباذنجان المخلل. تمام. وانت قلت لي هنعمل بابا غنوج. بابا غنوج ان شاء الله. طيب يا رب الوقت يجيبنا، وبقول لها يا شيفا سلوى نبدا ونشوف هتعملي لنا ايه وندردش في الحلقه بتاعتنا. وادي الكلاكس يا ست الكل، وجهزي تتبيلتك وانزل يا مخرجنا الجميل يا استاذ هيثم بالمقادير بتاعتنا ان شاء الله. مقادير الفراخ المشويه يا جماعه، طبعا الشيفا سلوى ليها طريقه خاصه وليها تتبيله خاصه. انا لما عرفتها اتبسطت جدا جدا وقلت لها لا انت لازم توضحي كل حاجه. وادي الفراخ يا جماعه مقاديرها قدام حضراتكم على الشاشه، عباره عن فرخه كيلو ونص، وممكن نعملها كيلو يا جماعه لان الاوزان لما بتزيد بتبقى السوى معانا مش تمام. ولكن الشيفا قالت لا انا هعملها كيلو ونص وهسويها وهتبقى 100 100 زي الفل. عبارة عن فرخة كيلو ونص، 2 ثمرة بصل مقطعة جوليان، 2 ثمرة فلفل مفروم، 2 ثمرة طماطم مكعبات، ليمونة، بقدونس مفروم تقريبا 2 معلقة أو 3 معلقة، وعندنا نص معلقة بابريكا، نص معلقة كمون، نص معلقة روزماري، نص معلقة زعتر، معلقة ملح، عندنا نص معلقة فلفل أسود. ودي بساطة الشيفة سلوى محمد في مقاديرها وبهاراتها. وريني يا شيفة هتعملي إيه وإحنا مع حضرتك واحدة واحدة، وأنا هسيبك تتكلمي مع السادة المشاهدين وأقول لك واحدة واحدة وريني هتعملي إيه يا شيفة. اشرحي كده وأنت بتتكلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الأول البصل الجوليان. تمام. الشيفة يا جماعة جابت البصل. وبعد كده هنحط ان شاء الله الطماطم. الطماطم تمام. وبعد كده هنحط الخضرة. شوية من البقدونس المفروض. تمام. والفلفل تمام. شوية برضه فلفل. تابعونا يا جماعة ومنتظرين اتصالاتكم مع الشيفة سلوى محمد. والفلفل الحامي. تمام. هنبدا بقى نحط ايه البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا ممكن وانت بتحطي تقولي ايه البهارات دي. نحط تمام. نحط نص معلقه فلفل اسود. نص المقدار فلفل اسمر. بابريكا. نص المقدار بابريكا. كمون. نص المقدار كمون. هنحط زعتر. زعتر. وروزماري. لا روزماري هحطه من بره. طيب تمام. خليكم متابعين يا جماعه حركات وتكات الشيفه سلوى على قناه الصحه والجمال، وماشيين معاها واحده واحده. هنحط معلقه الليمون. هنحط معلقه عصير. تمام. يبقى حطيت البصل. وحطيت الفلفل والملح والبهارات، وهنحط الملح، وحطيت عصير الليمون. انت عندك خل هنا في المقادير بس قلت ما تكتبوش يا شيف عشان ده اختياري ولا اجباري؟ لا اختياري. وهنحط بردك معلقه خل. وهنحط برده يا جماعه معلقه خل. هنقلب حضرتك المقادير دي كلها ببعضيها كده. قلبي براحتك وانا معاكي، واي حاجه عايزه توضحيها للساده المشاهدين. الخل اهو امام حضرتك. معلقه اهو معلقه خل يا جماعه. بس هنعمل بقى المقادير كده. ايوه واحده واحده كده واحنا شغالين معاها يا جماعه ما شاء الله. امسك بقى الفرخيه، انا طبعا غسلها كويس جدا بالملح. تمام. اهو هنحشيها بقى. تمام. انا مع حضرتك بس هسيبك تتكلمي براحتك خالص. هنبدا نحشي الفرخه. تمام. انت كده الخلطه دي عملتيها لحشو الفراخ. دي لحشو الفرخه. تمام. بس كده حضرتك مفيش خير يعني. في خلة وفي كل حاجة. مطبخنا ساعة شهية يا جماعة يمتاز بالبساطة. بنكتف طبعا الفرخة. الخلة اهي، وضحي للسادة المشاهدين انت هتعملي ايه بالخلة اهو. بكتف الفرخة طبعا. تمام. شيل لحضرتك ده. تمام. بس عشان الجوانتي براحتك خالص خالص. تمام. يا جماعه هي حشت الفرخه بالحاجات المقادير اللي كانت امام حضراتكم، وخليكم متابعين هنا هتعمل ايه وهتقفل ازاي بالخله. كتفت الفرخه تمام عشان النكهه ما تهربش بره الفرخه. تمام. الطعم كله يبقى عندي في الفرخه. تمام. واحده واحده كده. انا بحب الخله الكبيره على فكره. الخله الكبيره موجوده اللي هي بتاع الشيش طاووق. تمام اهي دي كفايه. اجيب اكبر من كده؟ لا واحده عشان دي بتتكسر في ايدي بسرعه. ماشي. اجيب اكبر من كده؟ لا جزاك الله خير، ربنا يبارك لك يا رب. كل حاجه موجوده اهي. دي الخيمة اهي براحتك.
يا ست الكل. تمام، هي كده يا جماعه بتقفل الفرخه بالخله بتاع الشيز طاووق. شايفين دي فكره ممتازه يا جماعه وجميله. افضل عشان بس ما تتكسرش في ايدك. تمام، بس برده اتكسرت الحمد لله. واحده واحده خلاص كده. خلاص كده هتدخل الفرن ولا في حاجه ثانيه؟ هندخلها كده. هنحط بقى طبعا اللي فوق هنحط عليها كده. طيب اجيب لك الطبق الثاني ترفع كده. تمام، هنضرب بقى الطماطم. بقى الطماطم قولي انت عايزه ايه. معلقه. ادي كده مليان بالمعالق. معلقه كبيره ولا صغيره؟ اي حاجه حضرتك. انا اجي افتح لك. يا ريت. افتح لك. الله. وانت بس بنبين. واحده واحده. معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الطماطم. تمام. هتحط الطماطم في الخلاط. هنحط الطماطم في الخلاط. وهنحط ايه؟ هو المفروض تحط توم باودر بس احنا هنحط توم فريش. تمام. جميل. يعني اجمل من التوم الباودر. بيدي طعم حلو. تمام. وحضرتك هنحط القرن فلفل كده رومي. يعني مش قرني بقى يعني حبه فلفل صغيرين. تمام. بس حضرتك هنحط عليهم برضك بهارات. هنحط بقيه البهارات. تمام. هنحط عليهم بابريكا. بابريكا واحده واحده. اهم حاجه اهم حاجه البابريكا. اهم حاجه البابريكا. البابريكا والكمون اهو والفلفل الاسود طبعا كل حاجه نص معلقه تقريبا. تمام. ونحط الروز ميري ونحط الزعتر. ايوه اتكلمي ووضحي للمشاهدين. أوكي. انت وبعد كده هنحط معلقه ليمون. الليمون طبعا يعني مهم جدا فعلا عشان يدي لون كويس. ونحط الملح. تمام. هتحط عليهم ميه عشان تضربوا. هي هتضرب بقى اللي قط طماطم هتدي الصوص بتاعها. طب ناخد سنه ميه ولا عايزه؟ سنه سنه ميه. سنه ميه ماشي عشان نمش الخلاط اهو. اوكي ماشي. شايفين يا جماعه بس. حاجه بسيطه بس كده. بس. تمام. بس حضرتك ماشي. واحده واحده. احنا بنقفل الخلاط يا جماعه واحده واحده وبنقول شرفتينا يا شيف سلوى. تمام. لا خلاص. تمام. وده افتح خلاص كده. يلا ورينا بقى البهارات يا شيخ. بس حضرتك بنحط الخلطه دي كلها كده عليها. تمام. بس حضرتك فين السيرفيس؟ عايزه حاجه تدخليها فيها الفرن. تمام. دي تمشي. اوكي ماشي. اصغر في اصغر. اجيب لك حاجه مربعه تمشي. ماشي مفيش مشاكل. ايوه كده. تمام دي. تمام. خلاص هنا توابلنا كده خلاص. ولا عايزه دي تاني؟ لا لا خلاص. خلاص هنا كده. تمام. بس كده. عصير الليمون. لا خلاص بقى كده. طيب تمام بس كده. دلوقتي احنا دهنا الفرخه كلها. دهنت الفرخه. وضحي بقى واشرحي من الاول انت عملتي ايه. حضرتك انا جبت طماطم ضربتها في الخلاط. تمام. وحطيت عليها ملح وفلفل اسود وبابريكا وروز ميري وزعتر البهارات بتاعتنا وليمون. مقدار البهارات بتاعتنا. تمام. مقدار البهارات بتاعتنا. وممكن حضرتك يحط بصل باودر اللي عايز بقى تيست عليه شويه. هنحط بصل باودر جنزبيل باودر بصل باودر توم باودر ومع يضيف مع الخلطه اللي احنا حضرتك عملناها. وبعد كده هندخلها الفرن. تمام. ادي الفرن يا شيف. طب بتاخد درجه حراره عاليه؟ بتاخد 160 او 180. يبقى وصل 160 كده. ماشي تمام. عليها عليها اهو اهو. افتح لك الفرن ولا تزعل اهو انا معاك اهو. قول كده. تمام. ايوه هات الفرخه كده بس عشان يشوفوها بس مش ياكلوها النهارده.